واتكلم مع الشباب اللي خلف الشاشه بعد. اسمع اسم القصه هذه بعض ما يصدقها. الشيخ عباس بتاوي شيخ مغسل اموات 26 سنه. اسمع يا اللي تقول ما اقدر اترك الوط ما اقدر والله اشوف الورع انا ما اقدر اتركه والله. اسمع اسمع لا تتركه خليك على وضعك بس اسمع اسمع. يقول الشيخ سالت الشيخ في مجلس الشيخ ابو مصعب عبد الله السودان والسالفه هذه شاهد عليها المشايخ. قلت الشيخ عباس صراحه ايش اعجب قضيه مرت عليك من ناحيه اللواط؟ انت مغسل اموات 26 سنه ابغى اعجب قضيه. قال طيب. تنهد الشيخ قال يا خالد جاني شاب ميت جنازه ميته يقول بديت تغسيلها يقول زحمة الملفات ما انتبهت للملف حقه يقول بديت تغسيل يقول غسلت الشاب يقول اول ما اغسل ابغى استنجيه يعني الفخرقه على يدي ثم ايش؟ اطهره استنجاء يقول ولا ما في ذكر يقول بمكان الذكر كانك فاتح ماسوره دم نظفنا 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 يا ولد لا هو ميت حادث ولا شيء والذكر مقطوع وصب دم يقول عانينا نقفل يطلع الدم يقول شوي سألت عن قضية هذا الشاب اسمع يا الغالي هذا الشاب يا اخواني مات ويفعل اللواط قبض الله روحه ويفعل بواحد فنشب ذكروا في دبر هذا الشاب ما استخرجوه الا بعمليه جراحيه قطع الذكر ثم استخرجوه ففضح الله عز وجل اثنين يا الله عمليه جراحيه يا اخوان الولد الان الظاهر مستشفى المجانين مستشفى النفسي المفعول فيه انجن انهبل بعضهم يقول كيف ما كيف لا تستغرب ترى الله ستير لكن اقسم بالله اذا الله ادب ادب اذا الله فضح فضح وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد ياخذ